جيب لي الخروف 70 فريق واش انا قد لها شنو غندير؟ نجيبوه ما عندنا ما نقول، الداخلية اللي كتحكم. الداخلية اللي كتحكم اخويا. الداخلية اللي كتحكم اخويا. راه هشام. مالو مدريس البصري ما كانش يحكم. الداخلية يعني ضروري خصنا. ضروري حفظنا. نجيبها. حولي ب 70. حولي ب 70 تبارك الله عليكم، تنشكركم بزاف حولي ب 70. رونو ساي قرونو. واه حولي ب قرونو ساي قرونو وابا وابا وابا. اش تقول اخويا بمناسبة العيد الأضحى إن شاء الله مشاهدي سي سبريس. الله يجيب لنا العام سيدي بالرزق وبالتيسير وبالصحة وبالعافية وباش ما تمنيتو على جميع المسلمين كفاءة أجمعين. آمين اخويا الله يرحمه ودي شكرا بزاف. بارك الله عليك. سيدي مزيان كيدير مع الصحيحه لاباس حواش مبروكه علينا عليك بارك الله ان شاء الله في العيد ان شاء الله نعيدوا ان شاء الله بخير وعلى خير ان شاء الله كنا تم تمام كيدير مع الوقت مزيان الحمد لله مزيان ولا شكرا كل شيء بخير واش ما عقلتونا ولا سؤال الحلقه تيقول لي الا ان شاء الله مرات مراسك قالت لك جيب لي خروف ب 70 فريل وانت ما عندكش شنو غادي دير؟ وانت ما كاينش عندك يلاه فلوس قليله شنو غادي دير؟ اش غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ غادي نقنعها؟ اه غادي نقنعها بان راه سميتو والعيد ما خصنيش نتسلف وتيخص المرا تكون عاديه والمرا اللي غادي الله ولا نفسن الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله يرحم والديك هذا هو السؤال الحلقه وتبارك الله عليك استاذ يعطيك الخير واش ما عقلتوش ولا واش مبروكه؟ اش تقول مشاهدين سي سبريس بهذه المناسبه ان شاء الله؟ هو كنهني الجميع كنهني الجميع بهذه المناسبه ديال العيد ونتمنى ان شاء الله الخير والسلامه لبلادنا. وقفوا لنا من الخرفان راه الخرفان طلعوا والمالكنا الله ينصرو الله يشافي ويعافي نتمنوا الشفاء هذا الاول وان شاء الله الازدهار للمغرب والصحراء ديما مغربيه. واش ما عقلتوش ولا تبارك الله عليكم. مشاهدين سي سبريس ما سخيناش بكم وصلنا لنهايه الحلقه انتم لاحظتوا في مناسبه العيد الاضحى كل واحد شنو قال في الاراء ديالو والكلام ديالو تبارك الله عليكم مع جديد رمضان وخالد.